هاد المنطقة هذه هي اللي كتفصل بين هذاك باب الخميس أو باب الريح. واحدة في الجوج، باب الريح معروف لأن كتخرج كاين الريح تما. دونك هاد الجهة اللي على اليمين فين كاين هاد الجون غادي وهاد الحيط، هادي سي الملاح القديم وبالريمة، وهذا سي الملاح الجديد. وكتعرفوا الملاح عنده ارتباط بالتواجد اليهود المغاربة اللي كانوا عايشين هنايا. وكنت انا كانت لا فامي ديالي كانت ساكنه في واحد الدار من هادو، ما كاينلاش المهم راه انا كتبان لي واحد جوج ثلاثه اربعه يمكن. دونك انا جوج من لونفونس كنا كنجيو هنايا، كانت واحد المقهى هنايا فين كاينه الصيدليه، انا كنا كنلعبوا في العشيه ولا دراري الحومه. كنتذكر ايضا هنا كانت واحد الحادثه كانت وقعت، ان جوندارم كان مات سور لو شون سور لو كو. القصه لان كنا حنا كنلعبوا هنا وشويه سمعنا ان كراش الموتور ديالو، واحد كانوا تابعين شي واحد، وواحد منهم داز من هذا الباب، هذا اللي اون شونتي راه هو. اذا هذا الباب هذه كانت كتدي وهذه اللي هنايا كتجيب. دونك واحد مشى من هنا تبعو، والاخر بغى زعما يقطع عليه الطريق، داز من هنا مع الخرجه. هنا كاين برنامج تاهيل وتسميل المدينه العتيقه، اذا مشروع تاهيل وترميم باب الخميس. دونك قلت لكم انا باب الخميس عاقل على شي حاجه هو هذا الباب، ولكن من الواجهه الاخرى انا غنوري لكم. هو جاي مع السرعه باش كان غادي، شي واحد جاي زيرو جاي هرب منه، دخل في هذا الحيط فين كاينه هاد السيده هذه اللي كتبان لابسه الصفر، دخل في هذا الحيط هذا و سور لو كو مات. وكنتذكروا حنا بقى اللي بقى عاقل بالذاكره ديالي هي انه صاحبو رجع اللي سمع داك لو كراش دار رافعين ورجع. رجع اول حاجه دار هي زول له البيستولي، باقي عقل هادي ما حنا ديك الساعه كنا باقين صغار شويه. دونك قلت لكم الباب ها الواجهه ديالو كتشوفوه باه مغطينو بهاد واحد نورمالمون واحد. وهاد لابارتي هادي اللي هنايا كتبان هادي سيدي سعيد، هنا كاين المستشفى، كان سجن ديال سيدي سعيد ما عرفتش واش باقي. وهادوك اللي كتشوفو هنا كلشي كان دي جاردان كلشي. وباقي كنتذكر عاود انه كانوا دوك المحبسيه كانوا كيخرجوا يخدموا في هاد الجرادي، كيخرجوا من الحبس كيجيو يخدموا هنايا العز لي ترافو فورسي، يعني داك بنادم اللي كيبقى يتشمكر ويبقى يتعنتر في الحومه. كانوا ديك الظاهره ديال السكر العلني كانت في داك الوقت كانت بزاف. دونك كيجي كيتربى كيدوز واحد المده، عطيه يدمر 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 عليه باش يعاود يدخل سوق راسو ويتكمش. دابا ولينا كنشوفوا اشياء اخرى كاين ما غنهضرش عليها. وهنا كاين المحطه ديال الكيران راه هي اللي فين كانت في السابق المحطه ديال الكيران. كانوا مفرقين الكيران الحقيقه، انا كنعقل على واحد الكار كان في روامزين من تما كان كيمشيو الكيران الوزان يعني كان في واحد الموضع ديالو خاص، وكانوا بعض الكيران كانوا فين يا ربي فين الهديم ما كنتذكر صراحه ما كنتذكرش. اي فوالا مدينه مكناس ولات كتبان لي سيطرات عليها البداوه. حتى حمريه البارح نزلت من التران كنشوف ديك لافين نوفيل اللي كانت
ملي كتقول لا فيل نوفيل كانت اون فيل نوفيل، داك المارشي ديال هذا ملي كتجي تدخل كدوك دوك الحوانت وداك الناس كيبيعوا الورد وشي حوايج نقارضوا. صحيح كانوا البيران لي بواط وهذا مشاو البيران ومشات معاهم بزاف ديال الحوايج انا ما كنذكرش. الوغ الباب اللي قلت لكم هو هذا باش ما ندخلش في شي هضره ماشي هي هذيك. جيسبر انا ورغم ذلك من عشاق هذه المدينه، ولكن دابا ما نقدرش نعيش فيها، نجي ندوز فيها يومين ثلاث ايام، ولكن علاش؟ مدينة المعيشة فيها اللي بغى يجي المعيشة فيها رخيصة بارابور لطنجة، فرق كبير. عتيدر داكزامبل جلست البارح في قهوة، ان كافيه لونجي راكم كتعرفوا قهوة كحلام دوبل، وواحد القهوة روعة من حيث الكاليتي ماشي من حيث البناء ولا، وين كانت نقيه والكاميرا روس فيها زعما الناس لي غارسون ديالها ميديافين والله عمرها دار ما عندي ما نقول. قهوه واحد لوغو وغادي نرجع ناخذ قهوه تما 9 دراهم، كافي نوار دوبل دو كاليتي بيان سور، قهوه نقيه وهذا 9 دراهم. القهوة اللي كنجلس فيها في مدينة طنجة دو كاليتي موين، كنخلص قهوة كافي نوار صغير ب 15 درهم. كنتسائل علاش هذا الفرق هذا. مسألة أخرى المعيشة خلاص ما نهدروش على الخضرة وهذا فرق كبير في ليبري، علاش؟ واش حيت هنا متواجده في منطقه فلاحيه ولا جو نسي با، مي طنجه راه كيتخلصوا الناس بالدرهم حتى هما، يعني هذا الفرق هذا انا بالنسبه لي انكسبليكابل. اللحم من 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 كدا 60 درهم حتى 80 درهم او كدا 80 درهم جو نسي با في لي زونفيرون ديال 85 86 درهم، اللحم بالعظم وان كان انا ما معفي منه الحمد لله. يلا انا قلت لكم راه جو بير لي رين، تحياتي.